أعزائي المشاهدين مساء الخير، نرجع لكم بعد غيبة طويلة، نرجع لكم لأن أنتم تبونا نرجع، نرجع لكم في استديو 300 ونقول لكم أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من 94. أعزائي المشاهدين، عودتنا هذه ما كانت إلا لكم وهم منكم أيضا، عودتنا هذه للمشاهدين اللي أحبوا استديو 300، المشاهدين اللي سألوا عن استديو 300، لكل مشاهدين الكويت، لكل مشاهدين الخليج اللي تابعون برنامج استديو 300، أسرة استديو 300 ترحب فيكم وتقول لكم إن شاء الله استمتعون في حلقة الليلة. تفضلوا. نشكر المخرج أحمد دوغجي على هذه الأغنية اللي أهداها لاستديو 300 خصيصا، ونقول له يعطيك العافية على هالشغل الحلو. ونرد لضيفنا الفنان عبادي الجوهر، طالما أن إحنا شفنا الأغنية، والحقيقة أنا طرأ ببالي سؤال من الأغنية نفسها عن الإخراج وطريقة التصوير، هل في هذه النواحي تأثر في الأغنية من ناحية نجاحها أو فشلها؟ ما في شك إنه إحنا في العصر الحالي تحكمنا تكنولوجيا غريبة، أصبح لابد إنه ما يسمع المشاهد في من خلال التلفزيون، لابد العين تكون متابعة لما يسمع ما تسمع الأذن يعني. نعم. مهما عملت من إبهار موسيقي لابد يقابلوا إبهار في الصورة، في الإخراج، في عشان يكونوا الاثنين في خط واحد يعني. أصبحت عملية الإخراج مهمة، إخراج الأغاني ما أصبحت زي زمان واحد يوقف يغني عند العمود النور وبعدين يروح عند العمود الثاني يغني، أصبحت الأغاني بتتعمل لها سيناريو والمخرج بيقعد يتابع يقرأ موضوع الأغنية ويعمل لها خطوات ولقطات تخدم المعنى للأغنية. فأتهيألي أنه أصبح ضروري جدا أنه يكون في ملائمة بين ما تشوفه العين تسمع الأذن يعني. يعني ممكن طريقة الإخراج و التصوير ممكن تساعد في نجاح الأغنية أو تؤدي إلى فشلها؟ طبعا
طبعا. طيب من ناحية نقل الأغاني والحفلات من المسرح إلى التلفزيون، هل هذا أيضا له تأثير؟ المسرح اللي هو الغناء اللايف اللي هو يعني مش زي ما هو حاصل مثلا الآن اللي شفنا، هذا يعني مسجل شغال نسميه البلاي باك. نعم. إنما الغناء المباشر له تأثير مباشر أيضا على الجمهور، و الجمهور يحب يشوف الفنان يغني له مباشرة، أيضا الفنان يحب يأخذ ردة فعل الجمهور مباشرة. دي لها طعم مختلف عن الإخراج اللي فيه زي ما شفنا من شوية اللي تكلمنا عنه. إنما الأغنية المسرحية هي طابع لها طابعها الخاص، وطابعها بيكون وطعمها بيكون على أساس إنه الفنان بيغني مباشرة أمام الجماهير، وأيضا بيأخذ ردة فعل الجماهير مباشرة. أبو سارة، وصلتك مجموعة من الفاكسات من المشاهدين بعد ما ذكرنا رقم الفاكس. الحقيقة احنا نشكر الأخوة عبد العزيز تويجري وديوان الخلاوي وشهيرة وبهيرة وأبو محمد اللي أرسل لنا الفاكس من المملكة العربية السعودية، والأخ يوسف محمد، كلهم نشكرهم على فاكساتهم اللي أرسلوها، ونقول لهم أن أسئلتكم موجودة ضمن أسئلتنا في حلقة الليلة، سواء من أسئلة اللي مزهبها لنا المعد أو من أسئلة المشاهدين اللي مسجلينها. فللأسف ما راح نقدر نذكر أسئلتكم. ضيفنا على استعداد تام أنه هو يتلقى منكم الأسئلة، وما زلنا أيضا نذكر لكم رقم الفاكس 24471-96 للي يحب أنه هو يشاركنا بأسئلته واستفساراته اللي يقدمها لضيفنا الفنان عبادي الجوهر، واللي أيضا يرحب فيكم. أنا أشكرهم الأخوان كلهم اللي بعثوا الأسئلة، ونحاول أن نجاوب على جزء بسيط يعني. إضافة إلى ذلك، في سؤال أيضا هذا يعني من بالفاكس، الحقيقة الأخ ما ذكر اسمه، يقول في سؤاله أن في بدايتك الفنية كنت تظهر في حفلاتك على المسرح بالزي الرسمي اللي هو الدشداشة والغترة والعقال، ونديمك الدائم اللي هو العود معك. حاليا أصبحت تقدم الأغنية بصورة مختلفة، لبست البدلة وتركت العود، ليش؟ لا هو يعني أنا لما أعمل حفلات في الخليج ألبس زينا، لما أعمل حفلات بالقاهرة أو بلندن أو يعني بأوروبا أو كذا ألبس البدلة، ما هو لشيء إنه ما هي يعني إلا إذا كانت حفلة رسمية، يعني زي من مثلا كنا مشاركين في معرض المملكة بين أمس واليوم، كنا زي الرسمي، او لو كنا مشاركين مثلا في 31 سبتمبر كنا لابسين زينا الرسمي، نكون يعني شيء رسمي نكون زي لابسين الزي الرسمي. اما بتكون حفله عامه بنلبس، ومو بس انا يعني كل الفنانين. يعني صحيح انك تترك العود اذا بس ما بترك العود، لان العود معي في كل حفله وما اقدر اني اترك العود، ولكن في بعض الاغاني ما يعني ما احتاج فيها آلة العود بشكل أو بآخر. نعم. فبالتالي ما في داعي أننا أعزف فيه. طيب إحنا الآن محتاجين آلة العود، ونبي نسمع منك شيء من الشريط الجديد من كلمات الدكتورة سعاد الصباح. إن شاء الله اختار لنا إحدى الأغنيات. نسمع مقطع من حسبتك لي. Thank you.
حسبتك لي أنا وحدي وهذا كل أمالي، ولو إنك تحب غيري عزيز عندي يا الغالي. حسبتك لي أنا وحدي وهذا كل أمالي، ولو إنك تحب غيري عزيز عندي الغالي. بكى افتراض قلبي لعيونك أنا التذكار، ولو إنك بعيد عني أنا انتظر منك الأخبار. حسبتك لي أنا وحدي، حسبتك لي أنا وحدي، حسبتك لي، حسبتك لي، حسبتك لي أنا وحدي. جميل جدا. أبو سارة، معروف عن الدكتورة سعاد صباح أن هي مبدعة جدا في الشعر اللغة العربية الفصحى، فهل أنت طلبت منها أن هي تكتب لك بالكلام العامي، ولا حاولت أنك تختار من الكلمات الفصحى، ولا ما صار هالشيء؟ لا، هو يعني أنا طلبت أني أغني كلام عامي من دكتورة سعاد، والحقيقة أنا أعرف طبعا قرأت لها دواوين، وهذه الدواوين باللغة العربية الفصحى، ولكن أيضا كانت مبدعة في الشعر الغنائي العام يعني. فطلبت أن تكون الأغاني بالشعر الغنائي العامي، وقد حصل يعني، وسجلنا 4 أعمال، وأتمنى أن إن شاء الله تكون بداية لتعاون آخر إن شاء الله. غنيت من الكلمات العربية الفصحى ولا ما حصل هذا قبل؟ غنيت يمكن قليل جدا يعني، ما أغنية مرة كانت في تكريم مرحوم الشاعر الكبير أستاذ طه زمخشري، أغنية باللغة العربية الفصحى، أغنية عن مكة باللهجة باللغة العربية الفصحى، يعني قليل أنا غنيت بال. في محاولة الآن إنه إحنا نقدم أغنيتين باللغة العربية الفصحى، وهي كتجربة جديدة يعني، أتمنى إن شاء الله أن تكلل بالنجاح. نتمنى أن احنا نسمعهم قريبا، ونعطي فرصة حق أسئلة المشاهدين اللي أخاف أنهم يكونوا اعتبوا علينا أن احنا خذينا مكان أسئلتهم. تفضلوا. مساء الخير. في عندي سؤالين حابة أطرحهم على حضرتك. أول واحد، شنو أول أغنية غنيتها؟ وإذا ممكن تسمعنا إياها بصوتك. بالنسبة للفن، هل هو مهنة ولا هواية؟ وإذا كان هواية، شو عملك؟ شكراً أختي المشاهدة على السؤال. أول أغنية أنا ذكرت من في بداية الحديث، يمكن الأخت ما تابعتنا من البداية، قلت إنه أول أغنية كانت بعنوان اسمها يا غزال. هذه الأغنية كانت بداية تعارف أو بطاقة التعارف بيني وبين الجمهور في المملكة العربية السعودية. طلبت مني أن أغني منها، فأنا أغني لها عشان ما تقول طلبت ما لبالي طلب يعني. هي رجعتني 25 سنة. ما يخالف، احنا هنا في استديو 300 توقع غير المتوقع. يا غزال يا غزال فينو اللي سافر، يا غزال فينو، يا غزال يا غزال فينو اللي سافر، يا غزال فينو، يا غزال يا غزال فينو، يا
غزل خبرني وطمني أخبار وإيه قلبي وعيوني وأفكاري سألوني عليه ما وصل منه سلام يا غزال والله حرام ليتنا يصبح ظلام يا غزال فينو يا غزال فينو فينو يا غزال 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 فين؟ يتهيألي الأخت المشاهدة الحين راضية تماما بسيف من رضاها لما جاوبها على الشق الثاني اللي هو هل الفن بالنسبة لك هواية أم مهنة؟ هو هواية ومهنة، يعني أنا لازلت أعتبر نفسي هاوي فن. نعم. إنه في نفس الوقت حتى المهنة أو حتى العمل اللي أنا أقوم به، أنا في مجال الإنتاج الفني أيضا هو في نفس المجال الغناء، يعني عندي مؤسسة للإنتاج الفني والتوزيع تنتج أعمالي وتوزع أعمالي الغنائية أيضا للغير أيضا، فهو يعني زي ما تقولي هواية ومهنة في نفس الوقت. يعني أنت أيضا منتج؟ يعني أنا أنتج أعمالي بنفسي من خلال مؤسستي. يعني طيب إذا يالك صوت شاب وقال لك أبيك أن تنتج لي عمل ومن خلال ألحانك أيضا وإرشاداتك وأنك توجه له النصح، فشنو مواصفات هذا الصوت اللي أنت ما تنتج له وأنت خايف؟ لازم يكون صوت جديد غير مقلد لما سبق من سبقه، صوت قادر على 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 انه يغني الوان عده، صوت مساحاته جيده، صوت قوي، صوت فيه شجن، هذه المواصفات المطلوبه. صوت ذكي. شنو يعني صوت ذكي؟ يعني يعرف يتعامل مع الأذن، إيش اللي يوصله وكيف يوصله ومنتهى الصدق. بس في رأيي للشاعر الغنائي الشاب الكويتي أحمد الشرقاوي يقول إن الأغنية السعودية سحبت البساط من تحت أقدام الأغنية الكويتية، إيش رأيك؟ يعني أنا أتصور إنه لكل بلد لونها وفنانينها المعروفين. يمكن الأغنية السعودية لكثرة الأصوات، يمكن الأصوات الموجودة أكثر عددا من الأصوات الموجودة في الكويت، ولكن هذا لا يعني صحيح أن الأغنية الكويتية أخذت انتشار جيد واسع في جميع الدول العربية، أيضا الأغنية السعودية أخذت انتشار واسع، وأنا أتصور أنه سواء الأغنية السعودية أو الأغنية الكويتية هم مكملين لبعض، والهدف في النهاية واحد، هو توصيل الأغنية الخليجية لكل أذن عربية. نعم. طيب في سؤال آخر يقول أن في لقاء لأحد المسؤولين الفنيين في الإذاعة قال أن الأصوات الشابة، وإحنا أيضا نعتبرك من الأصوات الشابة في المملكة، مقلدة إما لصوت الفنان طلال مداح أو لأداء الفنان محمد عبده، إيش رأيك؟ لا أنت إيش رأيك أنت؟ لا رأيك أنت، أنت يعني واحد من الناس المتهمين بهذا الاتهام. لا لا لا، أنا 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 أسلوب مختلف، وأنا ظهرت طبعا كان سبقنا الأستاذ طلال مداح وسبقني بعده جاء الأستاذ محمد عبده، وجيت أنا الثالث بعدهم، بعد الأستاذ محمد عبده يمكن بتسعة سنين أو ثمانية سنين حاجة كده. ولو كنت مقلد
كما يتهمون أو كما يقولون. ما كنت ظهرت الفترة الذهبية لأستاذ طلال وأستاذ محمد عبد أولا، ولو كنت مقلد ما كان استمريت 25 سنة تقريبا، مش ممكن يعني. نعم. طيب نتابع أسئلة المشاهدين. أهلا وسهلا. مرحبا، كل عام وانت بخير أخوي عباد الجوهر. ويا هلا ويا مرحبا فيك في ديرتك الثانية الكويت. طبعا سؤالي هو، طبعا كلنا نسمع وندري أنك أنت العازف الأول أو من العازفين الجيدين في العود أو ملك العود بالأصح، فيا ريت أعرف شلون تعلمت العود ومنو كان سبب تشجيعك حق عزف العود وأداء الغناء. يا هلا. شكرا الأخ السائل. هو أولا أنت لقبتني بأحسن وأنا مش أحسن الحقيقة، وهذه حقيقة مش تواضع ولا شيء، بس هذه حقيقة، لأن لي وجهة نظر في حكاية الأحسن. نرد مرة ثانية لجمهورك ونسمع أحد أسئلتهم. شنو الأغنية اللي سمعتها وكان بودك أنك أنت تقوم بأدائها؟ الأغنية اللي كنت أتمنى أغنيها وسمعتها هي أغنية اسمها هي نشيد وطني على العموم، بلادي بلادي، من الحان الأستاذ سراج عمر. طيب خلينا ننتقل لمسألة الموهبة والدراسة والخبرة. ماذا تمثل لك هذه الثلاث نواحي من ناحية الفنية الخاصة بعباد الجوهر؟ زي ما قلت في بداية الحديث أنه من بدأت أتعلم كنت لا أفهم ما أعزف، وبعدين أنا سافرت للقاهرة في السبعينات يعني في أوائل السبعينات، وما كنت طبعا أقدر أوفق بين دخولي معهد موسيقى وعملي كفنان لالتزاماتي وسفرياتي، فكان لي أصدقاء كثير ومدرسين معهد الموسيقى وكانوا يدوني دروس من منازلهم على ما يقولون يعني. هي عبارة عن إلمام موسيقي، استفدت منهم كثير جدا، استفدت تعلمت إيش اللي أنا بقوله، طبقت هذا في أعمالي بشكل إلى حد كبير جيد. الاحتكاك المباشر بموسيقيين كبار، ملحنين كبار، مطربين كبار، خلى في 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 خبرة والسنة الطويلة اللي مرت. منو من الأساتذة الكبار اللي فعلا تعلمت منهم؟ يعني هم أسماء يعني هم مش مشهورين يعني، أقصد يعني مش مشهورين يعني، مثلا لو قلت لك مثلا الأستاذ مثلا جلال حسين كان في معهد رحمة الله عليه، كان في معهد الموسيقى، يعني أسماء ما هي معروفة، هم مدرسين مش مشهورين، ولكن احتكينا بناس من المشهورين يعني، كلنا كفنانين احتكينا بفرق، الفرقة الماسية الأستاذ أحمد فؤاد حسن احتكينا بهم واشتغلنا معهم، احتكينا بمطربين معروفين وملحنين معروفين وعلى مستوى كبير. هذا الاحتكاك وهذه الفترة الطويلة الزمنية ما في شك أنها أعطتني خبرة أيضا وإدراك أوسع لما أقدم، فهي الخبرة تكاد تكون في مقابل الشهادة الدراسية، حتى في الدوائر الحكومية يعني خبرة كذا، فخبرة 25 سنة تعادل مثلا كذا شهادة في المعهد. ما في شك أيضا أنه التشجيع الدائم للناس لما يقدم الفنان هذا يدفعه دائما إلى أنه يبحث عن الأفضل ويقدم الأفضل ويبحث في داخله وفي خبرته وفي ما تعلمه وفي ما عن, 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 عن ما يقدمه للناس من فن راقي وفن محترم. في المملكة العربية السعودية في العديد من المدارس الفنية اللي الحقيقة احنا كخليج عربي نفخر فيها، نقدر نعتبر الفنان طارق
عبد الحكيم مدرسة قائمة بذاتها، الأستاذ محمد علي السندي، الأستاذ أيضا طلال مداح ومحمد عبدو، كل واحد منهم مدرسة قائمة بذاتها. هل أنت يعني تنظر لواحد منهم كأستاذ لك، يعني أنت تعتبر نفسك أنك أنت تنتمي لمدرسته وأسلوبه الفني، أو أنت تبحث لنفسك عن أسلوب جديد وخاص فيك؟ مش أنا ما أبحث من الآن، أنا بحثت وخلصت وقدمت ولي أسلوب مميز عن كل اللي ذكرتهم. كل دول أساتذة أنا أفخر بهم، لكن أنا لي أسلوب، وإلا ما كنت استمريت ولا كنت نجحت لو أنا كنت تابع لمدرسة من المدارس هذول. لا، أنا لي خط مميز، خط اسمه عباد الجوهر، مميز به، ولا ما كنت استمرت كل الفترة الطويلة هذه. نعم. كل اللي ذكرتيهم لهم أسلوبهم الخاص، واستمتعنا وتعلمنا، وإحنا امتداد كل فنان امتداد لمن سبقوه ولكن بأسلوبه. أنا امتداد اللي سبقوني ولكن بأسلوبي، اللي بعدي امتداد ليا ولكن بأسلوبهم. ولا مش ممكن النجاح لو كان بنفس الأسلوب، مش ممكن النجاح، كان يكون صعب. طيب إيش رأيك الحين نشوف معاك مدرسة فنية قائمة بذاتها اسمها فيروز؟ أنا من عشاق فيروز الحقيقة، وياريت تكون محطة البرنامج هذه أغنية للفنانة الكبيرة فيروز. تفضل. نشرب سيجارة. اي تفضل. بعيد بتسبقني من عز النوم، بتسرقني بهرب لبعيد، بتسبقني يا حبي، صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني من عز النوم، بتسرقني بهرب لبعيد، من عز النوم تسرقني، اهرب لبعيد تسبقني، يا حبي صرت بآخر الأرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني، كنا تود عنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما حالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي، كنا تود عنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما حالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي، مشلوحة على بحر النسيان، فرقني مشلوحة على بحر النسيان، فرقني النوم وكل شي كان، وجهك ما كان فارقني، وجرب اسبح وغرقني من عز النوم، تسرقني اهرب لبعيد، تسبقني يا حبي، فتش أنا على حب جديد، والناس عيونها علي، رقص وضحك وسهرية عيد، وكل أصحابي حوالي، وعم فتش أنا على حب جديد، والناس عيونها علي، بطل بيوقع مني الكاس، وحدي اللي بشوف من هالناس، بطل بيوقع من الكاس، وحدي اللي بشوفك من هالناس، من بين الكل بتسرقني وبتلجل
ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين في استديو 300 على الهواء مباشرة، ولازال معنا ضيفنا الفنان السعودي عبادي الجوهر. طبعا احنا ندري الساعة الحين صارت 12:30، لكن انت عندك خبر ان انت راح تطول معنا، وان شاء الله تكون مستعد. ان شاء الله ان شاء الله. بقى عندنا سؤال واحد من المشاهدين شوفه معنا. اغانيك حبينا نسأل اخر الالحان شنو هي اللي راح تنزل، واحنا من معجبين وايد وايد في اغانيك والحانك. شكرا الأخت المشاهدة. هو طبعا في مشاريع فنية حتظهر إن شاء الله، ما أقدر أقول قريب لأنه عشان لا يجيني اتهام زي ما حصل من شوية إنه في أشرطة بتنزل أو أغاني، إنما في الأعمال القادمة، من ضمن الأعمال القادمة في اتجهت أعمل أغنية اجتماعية إن صح تعبيري يعني. هذه الأغنية تحية متواضعة للأم. هي فكرة الأغنية كلها عبارة عن 3 دقائق أو 4 دقائق. الأغنية من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد ومن ألحاني. وكنت أتمنى في وأتمنى في هذا اللقاء أننا أقدم هذه التحية لكل أم، فأسمحوا لي أن أقدمها يعني. إحنا نتمنى أن نقدمها، مو نسمح لك. سعادتي وهمي اسألوا دمي سعادتي وهمي اسألوا التوفيق والكدر والضيق اسألوا التوفيق والكدر والضيق اسألوا الطيب في صفاتي والدعاء اللي في صلاتي 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 اسألوا شهودي الدموع اللي في سجودي اسألوهم واسألوا دمي اسألوهم واسألوا دمي عن غلا أمي. جميل جدا، ويتهيأ لي كل الأمهات اللي قاعدين الآن قدام الشاشة يشوفونك معجبين جدا بهذه الأغنية الجميلة الرائعة، واللي مو بس يعني احنا ما نقدر نقول ان هذا حزن، يعني انا تهيألي ان في ناس نزلت دموعها. الحقيقة هي يعني تحية متواضعة جدا 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 لكل أم، يستاهلون اكيد ما في شك. طيب عندنا الحين مكالمة هاتفية. الو 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 تفضلي. مساء الخير. مساء النور، يا اهلا فيك. العافيه على هالبرنامج الحلو. الله يعافيك، نتعرف عليك. معك بنت الديره. بنت الديره، يا اهلا فيك. لو سمحتي، انا من عشاق استاذ عبادي، وصراحه والله بغيت اسأله سؤال. والاستاذ عبادي معك، وتفضلي. انا اعرف ان انت من محبي ومن اللي يعشقون الاستاذ الراحل
محمد عبد الوهاب، وصراحة يعني بغيت أسأل ليش ما خليته يلحن لك لما كان يعني بحياته، وليش ما تعاملت معاه؟ في سؤال ثاني ولا؟ والله بعد بغيت إن إذا ممكن يغني لي قالوا ترى أو من عذابي، ممكن؟ إن شاء الله. طبعا هو شرف لكل فنان انه يغني من الحان الاستاذ عبد الوهاب، ولكن احنا زي ما قلنا في بدايه الحديث ايضا انه هدفنا احنا الفنانين الخليجيين ان نصل بالاغنيه الخليجيه الى كل اذن عربيه بالوانها الخليجيه. هذا من ناحيه يعني. وأعتقد هذا ليس نقصا ولا إجحافا في لموسيقار الرجال الأستاذ محمد عبد الوهاب أو أي ملحن عربي. نتمنى أن نحن نوصل بأعمالنا بخليجيتنا للأذان العربية. كان حصل لقاء تليفوني بيني وبين الأستاذ الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب على أن نلتقي، لقاء شخصي، ومن خلال المكالمة التليفونية كان قال لي أنا ودي نجلس مع بعض فترة طويلة، وكان طبعا يسعدني جدا أن أنا ألتقي به، ولكن ظروف اللي هي أقوى مني وأقوى منه حالت دون ذلك، وما كنت أعرف إيش كان ممكن يحصل لو كنت التقيت به. جائز كنت أغني شيء من ألحان الأستاذ عبد الوهاب، ولكن ليس لانتشار أو ليس لنشر الأغنية الخليجية. هو كان فقط لو كان يعني حصل إنه أني غنيت من الحان الأستاذ عبد الوهاب للكل يتمنى مثلا يغني له، ولكن أنا عند رأيي إنه إحنا في حاجة إننا نظهر ونصل إلى كل أذن عربية بأغانينا وأغانينا الخليجية السعودية الكويتية البحرينية الإماراتية العمانية. أتمنى ذلك. نعم. بالنسبة للطلب الأغنية، أنت خيرتيني بين اثنين، فأنا يعني نسمع مقطع من أغنية من اللي طلبتهم. تفضل. عذابي قلت
عن عيوني يا غلا رحت تبعد عن عيوني يا غلا أنا من عذابي قلت لعيونك غلا من عذابي قلت لعيونك غلا من عذابي قلت لعيونك غلا. الأخت بنت الديرة إن شاء الله يكون الإجابة على سؤالك كافية ووافية، وإن شاء الله يكون عجبك هذا المقطع من الأغنية اللي طلبتيها، وشكرا لك. ضيفنا نتابع معك أسئلتنا، والسؤال الماضي كان آخر سؤال من المشاهدين، لكن لازلنا متابعين معك وبسألك، هل تتابع الصفحات الفنية وما يكتب عنك من النقاد؟ أكيد أكيد أتابع الصفحات الفنية وكل ما يكتب عني. أنا ما سألتين السؤال ده ليه يعني؟ أنا سألت السؤال هذا لأن إذا كنت من المتابعين أيضا لاستديو 300، كان في بداية حلقاتنا الأولى والثانية والثالثة ضيفة عزيزة، ما نقدر نقول عنها ضيفة لأن هي كانت واحدة منا وفينا، وتعتبر من أسرة البرنامج، الأستاذة ليلى أحمد الصحفية والناقدة الفنية في مجلة الوطن. راح تعود معنا أيضا اليوم وراح نبدأ معاها الأسئلة. أهلا وسهلا. تطورا في الغناء الشعبي، وبرز ذلك في اعتمادك على القصيدة النبطية والعزف على العود مع الفنانين عيسى الإحسائي وحجاب عبد الله، واعتمدت أيضا بعدين على شعراء مثل طلال الرشيد وبدر بن عبد المحسن وعبد الرحمن آل سعود. في الفترة الأخيرة اتجهت أستاذ عبادي إلى التعاون مع فنانين أو كتاب أغنية وشعراء من الخليج، الأمر الذي أضفى نوع من التغيير على تجربتك اللي تميزت باللون الشعبي. ما تعتقد أنك تفتقد خصوصيتك الفنية في اختياراتك الأخيرة؟ الحقيقة أنا أولا عمري ما غنيت لأحد اسمه الأحسائي، هذا أولا يعني، ولا أعرف مين الأحسائي. أما بالنسبة لأخ حجاب بن نحيد فغنيت أغنية من قبل 24 سنة، أغنية واحدة فقط يتيمة يعني، ومش عارف يعني من بداية حياتي الفنية وأنا أغني لشعراء لهم باعهم الطويل في الأغنية. غنيت الأمير بدر عبد المحسن، وغنيت للأمير خالد بن يزيد، غنيت للأمير خالد الفيصل، غنيت لإبراهيم خفاجي، غنيت للأمير عبد الرحمن مساعد، غنيت لطلال رشيد، غنيت كثير جدا يعني، ما الأخ سعود سالم، غنيت الأمير محمد عبد الله الفيصل، كثير ما أعرف يعني، ما أعرف أعد، ما أعرف أرتبهم، إنما غنيت لمعظم الشعراء كتاب الأغنية السعودية. وأنا عمري ما كنت فنان شعبي أعتمد في أغاني على العود فقط. استغربت السؤال الحقيقة. أنا صاحب أسلوب كلاسيكي في 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 أعمالي، ولو عددت من الأعمال من بداية حياتي اللي غنيته أو بدأت ألحن وأعمل أسلوب لي خط مميز، عملت كأنك حبيبي وصدى وأحبها، على درب الهوى مشينا، فين حبايبنا، سوالف رحلتي، وش تبين، تدرين وادري، هذه كلها ما أعتقد أنها أغاني شعبية يعني، تعتمد في أدائها على العود. أما بالنسبة لي
اتجاهي في الأونة الأخيرة للتعاون مع فنانين من خارج المملكة العربية السعودية، فهذا من باب التعاون ومن باب التغيير أيضا ومن باب الارتقاء بأغنيتنا الخليجية، ولا أشوف هذا في أي، بالعكس هو يعني إضافة إلي أنا إذا كنت أنا المؤدي من أي ملحن خليجي، وأيضا إذا كنت أنا الملحن لأي صوت خليجي فهذه أيضا إضافة لي للصوت الخليجي، وإذا كان أنا المؤدي فهي إضافة لي وللملحن الخليجي، وهذا التعاون لابد أن يتم، ومش أنا أول من نتعاون مع، يعني قد سبقوني زملاء الفنانين وغنوا من أعمال خليجية، وأعتقد أنه هذا يعني إثراء للساحة الفنية الخليجية لا أكثر ولا أقل. أخت ليلى أحمد، نتابع معك أسئلتك. جوهر، من أن نشوف في الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة المطربين أساساً ما كانوا ملحنين وفجأة صاروا ملحنين، وممكن أذكر أنا مثال من عينة المطربين ذي فنان نبيل الشعيري في آخر ألبوم غناء إلى غنى أغنية تركض لا تفز بساء، وفي شكل هو اللحن الأغنية، وفي أغنية يعني تنناية بعزفها في ناية عن أغنية قديمة أيضا في شكل أنه اللحن، وأيضا محمد المصباح مرة لحن مقام الحجاز، وفنان عبد المجيد عبد الله في بعض الحانة اللي وصلت له وهو ملحنة. هل تعتقد صحيح أنهم اللي ملحنينها؟ الشق الثاني من السؤال حول شريطك الغناء الأخير طال السكوت، هل صحيح أنك أنت ملحنة أم الملحن القدير الملقب الدوسري؟ وأرجو أنك تعطيني تقييمك في ظاهرة الكذب الفني. اولا يعني انا استضفت في هذا البرنامج ليس حكما على فنانين او اقيم فنانين، انا استضفت في هذا البرنامج لاكون ضيف على المشاهدين ولنلتقي ويتعرفوا من خلال هذا اللقاء على اعمال جديده وعلى، ولكن انا ماني يعني ولا اعلم اذا كان الاستاذ نبيل شعيل او كل الاسماء اللي ذكرتيها هل هم ملحنين اعمالهم، انا اتكلم عن نفسي فقط، اني انا كل اغنيه محطوط عليها عبد الجوهر هي بامضاء الفني، انما عن غيري ما اقدر انا احكم، وانا ليس حكما على احد، و يعني أرجو أنك تعذريني في أني أنا لا يعني ما عندي فكرة عن الفنانين اللي ذكرتهم هل هي أعمالهم أو مش أعمالهم، ولا أعتقد أنه في داعي أنهم يضعوا أعمالهم عليها إذا كانت ما هي أعمالهم، لأنه فنانين ولهم جمهورهم ولهم والألحان اللي ما هي ألحانهم بيضعوا أسماء ملحنينها، ده اللي أقدر أقول لك يا بالنسبة الأخوان الزمن اللي ذكرتي لي أساميهم. إحنا طبعا نقول لمشاهدينا الكرام وأيضا للفنان نبيل شعيل ولكل الفنانين اللي ذكرتهم الأخت الزميلة ليلى أحمد إن هذا رأي شخصي منها، وفي الحقيقة ما حد يقدر يقيم هذه التجربة وما حد يقدر يتكلم عنها إلا هؤلاء الفنانين بأنفسهم. فشكرا لك على سؤالك، وايضا ننطر منك السؤال الثالث. صوتك اقل كفاءه من ذوقك في اختيار كلمات اغانيك، واقل كفاءه ايضا من الحانك، ليش تصر دائما على ان تغني؟ والله انت تهيأ لي انه هذا رأي خاص بك، ولا أعتقد أنه هذا رأي الجمهور، وأنت بإمكانك ألا تسمعيني
ولكن تأكد أن هناك أنا أغني لناس لهم أذان بتالي أن أحسن شوي. الفنان عبادي الجوهر كانت هذه آخر فقرة لزميلة صحفية ليلى أحمد. نشكرك أخت ليلى وننطرك في لقاءات أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله تكون إجابات الأستاذ عبادي الجوهر كفت ووفت. طبعا هذه من الأغاني اللي تم تصويرها حديثا، والمخرج علي العبدول من دولة الإمارات. نعم. ومثل ما شفنا معك أن التصوير كان بأسلوب جديد، وإحنا تكلمنا قبل شوي عن أسلوب الإخراج يعني والتصوير ودوره في نجاح الأغنية. الأستاذ علي طبعا أيضا الأغنية زي ما قلنا صوت سعودي. نعم. مؤلف الشاعر الدكتور سعد الصباح من دولة الكويت، ملحن أستاذ أنور عبد الله من دولة الكويت، مخرج هذه الأغنية من دولة الإمارات، أغنية خليجية، مجلس التعاون الخليجي طبعاً. نعم. طيب إحنا ذكرنا قبل شوي أن أسئلة المشاهدين انتهت، لكن لكثرتها راح نرد أيضا ونكملها، وإحنا مالنا إلا سادة المشاهدين، فتفضلوا. ما في أسئلة؟ أوكي، عايل نتابع أسئلتنا. أستاذ عبادي، الناس ناموا يعني؟ لا، إحنا مع استوديو 300 إحنا أحيانا نطول إلى الساعة 3، فتأكد أن استوديو 300 وخصوصا أن ضيفنا الفنان عبادي الجوهر، أنا متأكدة أن الناس قاعدين ومتزهبين نايمين الظهر ونايمين فترة طويلة عشان يسهرون معاك ويتابعون فنك. يا أهلا وسهلا. نرجع أيضا إلى مستقبلك الفني. بعد ما قدمت هذه الأعمال المتميزة الحقيقة ونلت هذه الشهرة وقدمت الكثير والعديد من الأعمال اللي تعاونت فيها مع ملحنين وكتاب أغاني، المرحلة الجاية شنو راح تسوي فيها؟ يعني أنا ما أقدر الآن بالتحديد أحدد
ايش اللي ممكن اعمله. انا في البدايه قلت لك انا ما زلت في بدايه الطريق، طريق الفن طريق طويل جدا، طريق شائك جدا، انا ما زلت في البدايه. احمل مع زملاء الفنانين هموم الاغنيه، احمل مع زملاء الفنانين الوصول بالاغنيه الخليجيه بصفه عامه والاغنيه السعوديه بصفه خاصه. بدأت الآن من الـ من الـ من, الـ من الخطوات اللي اتبعتها مؤخرا، هي زي ما قلت هو زي ما حاصل الآن التعاون، سواء أنا كمغني أو كملحن. اليوم كان في لقاء بيني وبين الأستاذ الكبير عبد الكريم عبد القادر على أن نلتقي كملحن عباد الجوهر وكمغني الأستاذ عبد الكريم. أيضا التقيت الأستاذ عبد الله، ويمكن من خلال البرنامج أيضا. يعني أتصور يعني خطة العمل المستقبلية يكون في تعاون، سواء أنا كمغني أو كملحن لمجموعة من الأخوان الزملاء في دول الخليج. يعني هذا اللي أنا أقدر أقوله، ولكن بالتحديد بالأسماء، بالأسماء الأغاني أو بأسماء ما أقدر أحدده الآن. إنما يعني إحنا بدأنا في زي ما أنت شايفة، وقدمت مجموعة أعمال، وأتمنى إنه إن شاء الله عن قريب جدا تسمعوا مثلا من ألحان عباد الجوهر يغني على الأستاذ عبد الكريم عبد القادر، ومن ألحان سواء الأستاذ أنور أو غير الأستاذ أنور عبد الله، أو عبادي يغني من هذه من الحان هؤلاء الملحنين. يعني هذا أنا أتصور الخطوة القادمة هي تعاوني مع مجموعة كبيرة من الزملاء في دول مجلس التعاون إن شاء الله. أيضا نرجع لآلة العود، وسمعنا أنك كما تجيد العزف للأغاني العربية والمعزوفات العربية والتقاسيم العربية، أيضا تعزف معزوفات غربية وبالتحديد المعزوفات إسبانية، صحيح ولا؟ لا، مو يعني مش معزوفات، هي معزوفات. يعني أنا لما أستحسن جملة أحيانا أحب أن أعزفها على آلة العود، لأن آلة العود آلة طيعة جدا، آلة فيها كل شيء موجود. فيعني يحصل أني بيني وبين نفسي أنا أعتبره أنه تمرين، أعتبره أنه أحس بشكل الجملة هذه كيف هيطلع على آلة العود، هل ممكن يقول العود هذه الجملة بشكلها الغربي هذا ولا ها؟ فيعني أجس النبض على آلتي، وأحاول أني أسمع بأي شكل حتطلع هذه الأعمال على آلة العود فقط. طيب يعني اعتبر نفسك الآن في تمرين بينك وبين نفسك، المشاهد مو غريب. وسمعنا. يعني ما أعرف من الجمل اللي تسهويني مثلا يعني. احنا نشكرك، واحنا وصلنا الان الى نهايه فقرات برنامج استديو 300، وعاده نختم برنامجنا بكلمات شعريه.
لكن الوضع اليوم يختلف. عدم معانا آلة العود، لازم آلة العود تصاحب هذه الكلمات، فايش رايك؟ أنا معاك. تفضل. أخشى جدا أن يتحول هذا الحب إلى عادات، أخشى جدا أن يحترق الحلم وتنفجر اللحظات، أخشى جدا أن ينتهي الشعر وتختنق الرغبات، أخشى جدا ألا يبقى غيم، ألا يبقى مطر، ألا تبقى أشجار الغابات، ولذا أرجو أن تزرعني ما بين الكلمات. خلي مثل ما أكون حر وبدون قيود، خلي مثل ما أكون حر وبدون قيود، أحبك على كيفي، دامك معي دامك معي دامك معي موجود. خلي مثل ما أكون حر وبدون قيود، خلي مثل ما أكون حر وبدون قيود، أحبك على كيفي، دامك معي دامك معي دامك معي موجود. أشكرك وأشكر السادة المشاهدين اللي أمتعونا بلقائهم الليلة، وإن شاء الله نكون أسرة خفيفة على قلوبكم، وقدمنا لكم رغبة عزيزة عليكم في أنكم تلتقون مع الفنان عبادي الجوهر بينكم الليلة. ونشكر أيضا الأخوة المشاهدين اللي بعثوا لنا بباقات الورود، ونشكر الأخوة المشاهدين اللي شاركونا على الهاتف، وأيضا الأخت ليلى أحمد وإذاعة الكويت برنامج أمسياتنا، ونشكر أيضا كل من بعث لنا بفاكس سواء من الكويت أو من المملكة العربية السعودية أو الإمارات. ونقول لكم شكرا لكم، وشكرا لضيفنا الفنان عبادي الجوهر على سعة صدرك، ونقول لك إن شاء الله ما نكون تعبناك وسهرناك. بالعكس، أنا أشكر، أنا اللي أشكركم الحقيقة اللي أتحتوا لي المساحة الكبيرة هذه في تلفزيون دولة الكويت الحبيبة، أن أنا ألتقي بالجمهور العزيز في دولة الكويت، وأيضا في دول مجلس التعاون، كل دولة عربية الآن تشاهدنا. أتحتوا لي فرصة كبيرة أن أنا ألتقي بالأخوان المشاهدين والجمهور المستمعين من خلال البرنامج استوديو 300، وأتمنى أني أنا وأنت ما نكون كنا عليهم، يعني ما نكون تقال أو ما كنا ضيوف، ممكن يعني نكون إحنا يعني، بس أنت أكيد طبعا لا، لأن هذا رغم كلنا المشاهدين فإن طولنا على الناس تهالي كتير جدا. أتمنى إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى تكون أكثر من كده شوية عشان ما يملوا من الناس، وأتمنى أنا أني أكون دائما أبدا أنت حسن ظن الجمهور بي. وأشكر الجميع اللي بعثوا لي باقات الورد وهي الرسالات الرقيقة هذه. أشكركم جميعا، وأشكر ضيافتكم، وأشكر كل فرد على هذه الأرض الطيبة. شكرا لك.
الحبيب.